العشوائية في حياتنا مش مجرد كلمة، ده سلوك، لايف ستايل زي ما بيقولوا. مش بس عشوائية في البناء أو عشوائية في المرور أو في المحلات أو الباعة الجائلين، مش في لم القمامة ورمي القمامة والتعامل مع القمامة. العشوائية بقت طريقة تفكير بتبدأ معانا من الصبح لحد آخر الليل. بنسمع كلمة عشوائي ورا كل كلمة في مصر، من أول سيد العشوائي هداف النادي الأهلي لحد ما وصلنا لمصطلح ضرب نار عشوائي. مصطلح ضرب نار عشوائي يعني ببساطة واحد بيضرب نار ومش فارق معاه الرصاصة تيجي في واحد، تيجي في واحدة، تيجي في حد كبير في السن، تيجي في حد صغير في السن، في واحد اتجاهه ايه، توجهه ايه، واقف في الشارع بيعمل ايه، او يمكن حتى واقف في البلكونة بيعمل ايه. اخطر حاجة على المصريين امبارح والنهاردة وبكرة هي العشوائية. العشوائية في كل شيء واول شيء واي شيء، من اول التفكير لحد ضرب النار. لو سألت العشوائية هتودينا لحد فين، ما عنديش رد غير ميادة أشرف.